ناخب زوار، هي مناسبة اليوم العالمي للمرأة. هاي الفعالية حتكون هي أول فعالية نحن عم نسويها على الأرض بالشارع السوري كفريق عمرة تحت رعاية وزارة السياحة، لنأكد إنه المرأة الحق العام إلها هو موجود، حق المرأة إنه تحكي، حق المرأة إنه تعيش، حق المرأة إنه تكون هي الأساس، لأنه هي فعلا الأساس. فنحن لهذا الشيء قررنا إنه نساوي يوم لنركز إنه المرأة هي شيء كتير كبير، وهذا اليوم هو بيأكد أن المرأة موجودة. نحن مسؤولين عن التنظيم بيوم المرأة العالمي. أنا بالنسبة لي هاي أول مشاركة لي معهم، وهي الفعالية رح تكون الأولى. حاولنا أن نقدم شيء للمرأة السورية ونكون بتعاون مع الفرقة أودينا أو مع الشركات يلي تساعدتنا. هلأ لحنا كفريق عمرها اليوم لازم نساهم بيوم المرأة، فعملنا كتير أنشطة، فغير البصمة اللي هي نشاط كتير ظاهر وكتير حتحبوا فئة الأنثى، يعني الإناث كبنات أو كنساء، يعني كتير حيعجبوا الموضوع، فعم يبصموا هنيك بهداك الطرف، غير بطاقات اللي بتخص الشركات الدعم معنا، فبياخدوا هدايا كنساء والحفل الموسيقي بأدونيا. المرأة يلي ناضلت وقفت صامدة خلال هذه الأزمة، ضحت بزوجها بأولادها بابنها بكل ما تملك في سبيل أن تكون سورية حرة أبية شامخة. نحن نعتز، نحن سوريات نعتز بهذا البلد، نحن صامدين ونحن موجودين بهالبلد، ونحن كشجر السنديان ما في قوة مهما تآمرت العصابات ومهما فعلت العصابات الإرهابية ومن يدعم العصابات الإرهابية، فنحن كنساء سوريا صامدون.